أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. في البداية تتقدم أسرة برنامج بدون أهداف بخالص العزاء إلى أسرة الزميل الصحفي محمد صيام رئيس تحرير برنامج يا مساء الأنوار، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان، إنه على كل شيء قدير. أهلا بصديقي الأستاذ محمد، ورجعنا لكم مرة تانية في هات وخد عن صد رد، صد رد هات وخد أي حاجة عن مشاكل الرياضة المصرية أو أزمات الرياضة المصرية. مساء الخير الأول يا كابتن شريف. مساء الخير، وحشني كتير. الله يحفظك. أنا بقالي زي 45 يوم ما طلعتش. مالك يجي ساعتين ما اتصلتش علي. لا لا لا، أنا بحبك جدا يا أستاذ شريف والله، وبعزك صديق وصاحب وأخ وسند وحاجة كتيرة قوي، ربنا يخليك. لكن وحشني قعدتي معاك، وحشني مناقشتي معاك. مش عارف احنا هنتخانق النهارده ولا هنتكلم بهدوء، مش عارف خلال الفترة اللي فاتت دي. لو اتكلمت منطقي زي ما هسألك منطقي يبقى مفيش خناقات، لكن انت عرفت عرفت نقطة ضعفي وبتضغط عليها. لا انا بتكلم من وجهة نظري. طيب محضر لي ايه النهارده؟ او محضر لنا ايه النهارده؟ انا معاك. انا محضر لك اول موضوع هنحكي فيه بغض النظر عن السكريبت، وشكرا للاستاذ محمد فؤاد اللي بذل مجهود جامد في كتابته، بس انا هاخد من تحت لفوق. تمام. اول موضوع هنحكي فيه عن ازمه النادي الاهلي مع سياده المستشار تركي آل شيخ. تمام. وعايزين نجيبها من الاول. اجيبها من الاول، انا كنت هطلب ان اجيبها من الاول بس. طيب وهسيبك تتكلم بقى. تعالى ناخد الموضوع من اكتر من طريقه، او من اكتر من زاويه. هل سياده المستشار تركي آل الشيخ افاد الكره المصريه؟ طيب هل سياده تركي آل الشيخ كان داخل علشان يفيد الكره المصريه؟ هل سياده المستشار تركي آل الشيخ داخل استثمار في الكره المصريه ولا ليه هدف اخر؟ طب هو هل بالفعل استثمر في الرياضه المصريه؟ تعال ناخد من كل الزوايا. هل الاهلي له ما له وعليه ما عليه؟ هل الزمالك له ما له وعليه ما عليه؟ احنا دلوقتي خليني انت بتقول لي جيب الموضوع عشان من الاول، عشان لا جيب الموضوع عشان نحدد المحاور اللي هنحكي فيها يا استاذ. خليني انت بتقول لي جيب الموضوع من الاول. احنا وانا بقول لحضرتك اللي هنحكي فيه ما جبت سيره الزمالك. طب خلينا اكمل، انت بتقول لي احكي من الاول. ماشي كده. هل سياده المستشار تركي آل الشيخ له ما له وعليه ما عليه؟ كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده له ما له وعليه ما عليه. ما عليه. اول فايده استفدناها في الكره المصريه او في الرياضه المصريه عموما من دخول سياده المستشار تركي آل الشيخ في الرياضه المصريه، كشف عورات لشخصيات والاماكن كبيره جدا كنا مخدوعين فيها. اول واحد كشف من عنده انتماء ومن عنده انتماء للمال، ومن عنده انتماء للفلان التيشيرت اللي لابسه للنادي، ومن عنده انتماء للمال. وفعل عمليه الاحتراف الداخلي بشكل كبير جدا. تحسب له في نقطه وتحسب عليه في نقطه. سياده المستشار تركي آل الشيخ هل استفاد من الرياضه المصريه؟ استفاد استثمار بالرياضه المصريه، بالدليل الشهره اللي خدها داخل الرياضة المصرية نتيجا عن النادي الأهلي أو النادي الزمالك أو وجوده كمستشار رياضي أو رئيس الشرف. لا أنا بتكلم لا في السعودية. كان ماسك الرياضة في السعودية الرئيس، وحاليا الرئيس الترفيهي أو المسؤول الترفيهي في السعودية. لما جه الرياضة دخل الرياضة المصرية كنا كلنا بنسأل مين سيادة المستشار تركي آل الشيخ. جينا بعد كده اسمه اتعرف في حاجات كتيره. كان سبب شهرته داخل مصر كان عن طريق بوابه النادي الاهلي. طب النادي الاهلي اخطا في دخول سياده المستشار تركي آل الشيخ؟ لا، ما اخطاش من الاساس في دخول سياده المستشار تركي آل الشيخ كرئيس شرفي، لان على مر العصور ان كان النادي الاهلي انت نطيت 3 4 خطوات. خلينا كمل. لا لسه في الاول. لا لسه في الاول. لا والله لسه في الاول. هو ما دخلش مصر من بوابه رئيس شرفي النادي الاهلي. طب دخل يمكن تكون انا اول معرفتي بيه كرئيس شرفي للنادي الاهلي. لا لا لا، سياده المستشار تركي آل الشيخ دخل الرياضه المصريه عموما والنادي الاهلي خصوصا
مساهمته مع الانتخابات في النادي الاهلي. طيب ما ماشي مهما كان لسه لا ما انا جاي لك ما انا جاي لك طب ما انا جاي. هل 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 دخوله كرئيس شرفي للنادي الاهلي هل 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 كان في مشكله؟ لا، على مر العصور نادي الاهلي ونادي الزمالك ليهم في المحبين في الدول العربيه والدول الخليجيه ان ليهم رؤساء شرفيين بيدعموهم ماليا، بيدعموهم نفسيا، بيدعموهم في بعض الاشياء، ولكن بدون التدخل في القرارات او في مجلس الاداره. طيب ترك سياده المستشار تركي آل الشيخ دخل ازاي؟ هو من البدايه دعم الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات، دعمه ماليا ودعمه نفسيا وعمل كل حاجه، وكلنا كنا متوقعين ان سياده المهندس محمود طاهر هو اللي هينجح في الانتخابات بنسبه كبيره جدا لولا دعم سياده المستشار تركي آل الشيخ وناس كثيره دعمت القائمه بتاعت الكابتن محمود الخطيب نجح. واحنا اثناء الانتخابات ما كناش نعرف الكلام ده. يعني هل انت كنت تعرف ان سياده المستشار تركي آل الشيخ كان بيدعم الكابتن محمود الخطيب اثناء الانتخابات؟ كنت تعرف؟ ولا عرفت بعدها؟ لا عرفت قبلها. عرفت قبلها ان في دعم؟ طب انت كنت تعرف سياده المستشار تركي آل الشيخ ده مين؟ لا ما كنتش اعرفه شخصيا، بس كنت عارف عارف ان في دعم، في دعم، في حد بيدعمه بس مش من مين؟ لا وعارف الاسم بس ما تعرفوش مين؟ ما اعرفوش كشخصيه زي ما يعني ما اشتهر بعد كده في الرياضه المصريه، ما كانش واخد الشهره دي. طيب دخلنا بعد كده على خلاص المجلس رئاسه النادي الاهلي بقدر وبرضه انت عديت نقطه ايه؟ مساهمته في تكاليف علاج كابتن محمود الخطيب لما سافر المانيا. دي حاجه شخصيه ما مش هتكلم فيها، انا بتكلم في حاجه كوره، ماليش حاجه، ما انا ممكن اجي اساعدك انت في لا ثواني ثواني يا استاذ، اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه عشان 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 الجماهير اللي متابعينا. طب بص احنا بنحكي بصفه، لا لا انا هتكلم كوره مش كوره، ما دي كوره. هو لو محمود الخطيب شخص عادي ايوه لا لا سياده المستشار تركي آل الشيخ ساعد ناس كتير، لا لا بس بس ساعد ناس كتير والله يا عم، لك عامل مسابقه، ده كان عامل مسابقه العربيات كل اسبوع كانت بتنزل عربيه على نتائج مباريات وحاجات، بس خلينا كمل. طيب دلوقتي المشكله هنا لو هتكمل يا استاذ محمد يبقى هنسيب النقط ما هو اذا كانت سياده المستشار تركي آل الشيخ ساعد الكابتن محمود الخطيب في علاجه ده شيء شخصي ملوش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه، بس ساعده على اساس ان هو اللي هيبقى رئيس مجلس اداره النادي. ملهاش علاقه، انا انت دلوقتي انا تعبت انت جيت ساعدتني، ملهاش علاقه بقى تبقى رئيس شرفي، دي حاجه انسانيه ايا كان ليها بعد تاني، ماليش علاقه بالبعد التاني، الموقف ده موقف انساني ايا كان ساعد يعني او مساعد. هنستبعد الاحداث يعني يما راح على كلام برضو الجرايد الموثق او مواقع النت اللي هي ممكن يتاخد بيها ماشي، يما مش ساعد ادى هدايا لاحمد شوبير، هل لو احمد شوبير مش حارس النادي الاهلي او المذيع في قناه كذا او كذا او كذا كان سياده المستشار الهدايا شيء، بص بص كابتن شريف الهدايا شيء، هقول لك على حاجه، مش احيانا من العرف عندنا في مصر في الارياف او في المناطق المتوسطه والشعبيه شويه لما واحد وبرضه موجوده في الطبقات العاليه شويه لما واحد بيتعب بيتحجز في المستشفى بتروح تديله فلوس، بتروح تديله مساعده لان انت عارف ان هو في الموقف ده. على فكره على فكره كان قبلنا سياده المستشار كمال يونس في ماده في القانون انا مش عارف نصها بالظبط، بتقول لك ايه؟ من تحصل على هدايا خاصة بوظيفته، يعني حصل عليها لان هو ماسك المنصب ده او متوقع انه يمسك المنصب ده، فالاموال دي تعتبر مش هقول اللفظ لان انا مش حافظه بالظبط، بس تدخل تحت اطار التربح من الوظيفة. سؤال خليني برضو ايه عشان انت بتخرجني من السرد، مش بخرجك، ما هو انت اللي هرد على دي، انا هكتب اهي النقطه الهدايا ماشي كده، خلينا نكمل الموضوع. طيب سياده المستشار تركي آل الشيخ لما دخل الرئيس الشرفي للنادي الاهلي ودعم الكابتن محمود الخطيب في الاول، هو كان بيدعم الكابتن محمود الخطيب كده ولا بيدعمه علشان يكون رئيس شرفي للنادي الاهلي؟ عشان الاول الخطيب يبقى رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. عشان ايه؟ عشان بعد كده هو بقى رئيس شرفي، يبقى بالتالي سياده المستشار تركي آل الشيخ هو اللي ساعه ان يبقى رئيس شرفي للنادي الاهلي، هو اللي ساعه. تمام برضو انا مش مقتنع بالحته دي. ليه؟ لا الاهلي الذي عرض على تركي آل الشيخ الرئاسه الشرفيه للنادي الاهلي. لو لا يبقى ما كانتش قبل الانتخابات، كانت تبقى بعد الانتخابات. لا هو كان الاول الكابتن المهندس محمود طاهر اللي يعرض. بص يا استاذ محمد، تركي آل الشيخ ساعد الخطيب كاسم الاول، كان جاي مصر يعني شايف الاهلي اكبر شعبيه في مصر، شايفه نادي جماهيري، شايفه الكلام ده كله، فايه؟ لا بسالك سؤال. انا هسجل النقطه دي، سياده المستشار تركي آل الشيخ
شايف ان النادي الاهلي اكبر شعبيه في مصر، اقوى نادي في افريقيا، اقوى نادي في الوطن العربي، من اقوى مع تحفظ على كل ده. بس المهم انا بكلمك بالارقام. لا كأرقام. مش ما كأرقام. كأرقام. تمام. فمعنى ذلك نسالة المستشار تركي آل الشيخ هو جاي عارف هو هيبقى ايه مع النادي الاهلي، هيستفيد منه ازاي؟ كلامي فيه حاجه غلط؟ لا حلو. فهو داخل النادي الاهلي عارف ان زي ما هيدفع زي ما هيستفيد بحاجات كتيره جدا. طيب انا كمجلس اداره النادي الاهلي او موجود على راس مجموعه، اكيد برحب باي حد يجي يدعمني ماليا ونفسيا، بس بضوابط وبشروط. بضوابط وبشروط. وهنا الوم على النادي الاهلي ان من الاول ما حطش ضوابط وشروط. ليه ما حطش ضوابط وشروط من الاول؟ اذا كان سياده المستشار تركي آل الشيخ كان في ذهنه او كان يعلم ان الرئاسه الشرفيه للنادي الاهلي تعادل الرئاسه الرسميه للنادي الاهلي او تدخل في بعض الامور او تدخل في بعض القرارات، كان لابد من الاول نحط نقط على الحروف. بص يا استاذ خليني. لا ثواني، ما المشاكل كانت جايه منين؟ على فكره كل ما هتتكلم لازم اقاطعك. طيب لا ما تقاطعني لما اكون بتكلم غلط. لا ما غلط. طيب ايه الغلط؟ ما انا هقول لك بقى. هو العلاقه كانت ماشيه بين تركي آل الشيخ والنادي الاهلي زي الفل. حلو ماشي لغايه في محطتين رئيسيتين اساءوا او وطروا العلاقه بين تركي آل الشيخ وجماهير النادي الاهلي. ما اعرفش توترت بين الاداره ولا لا. تمام. اول محطه هو لما جاب حمد النجاز للزمالك. تاني محطه لما المدرب بتاع الاتحاد جده ده وما اعرفش ايه بقى اسمه، مش فاكر اسمه دلوقتي، كان المفروض هيجي على الاهلي وخده وداه لا وداه اتحاد جده. المدرب الارجنتيني هو اسمه بقى مش عارف، ده كان فودي دجله تقريبا. لا ده واحد تاني مدرب عالمي. مش دول اللي سببوا التوتر؟ سيبك بقى من تدخل في قرارات مجلس. لا مش دول. خليني بس اكمل لك. طيب انا واحد من مجلس اداره النادي الاهلي، في حد بيدعمني دعم فريق تاني، انا مش هيشغلني. لا مش هيشغلني. شغل مش هيشغلني. لا شغل. لا التوتر بدا. بص يا التوتر ده يا استاذ محمد، انا معايا على التليفون اهو ومعايا سبب توتر العلاقه من بدايتها. ما تركي آل الشيخ، اصل اقول لك على حاجه منطقيه. انا ماليش علاقه سياده المستشار تركي آل الشيخ يدعم الزمالك او يدعم غير الزمالك، ايا كان انت الموضوع. انت لو رئاسه النادي الاهلي حتى او مجلس اداره النادي الاهلي مش هتفرق معاه. تفرق. اسمعني بس. لا هتفرق في ايه يا استاذ محمد؟ سبب التوتر. سبب التوتر. ثواني بعض الاحيان الاهلي كان بياخد صفقات ويقعدها على الخط عشان يضعف الزمالك، بس ما كانش معاك. كانت بتحصل. طيب كانت معاك بتحصل ماشي. وهو مش بقول لك مش توتر بين مجلس الاداره وتركي آل الشيخ، بقول لك سبب توتر، يعني سبب الشده الاولانيه بين جمهور النادي الاهلي جمهور الشيخ. جمهور النادي الاهلي ما وقفش ضد سياده المستشار تركي آل الشيخ الا لما بدا يغلط ويتلفظ على مجلس. لا. 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 لا 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 بدات العلاقه في التوتر ياما تركي آل الشيخ جاب حمد النجاز بالتحديد. لا. اتكلم يا استاذ محمد ولا اطلعها لك من على النت. طلعها ماشي. بس طيب. احكي وانا طيب. معاك. بدا التوتر. هرجع اقول لك الوم على مجلس اداره النادي الاهلي ان ما حطش النقط على الحروف من الاول بعدم تدخل سياده المستشار تركي آل الشيخ في بعض القرارات. فسياده المستشار تركي آل الشيخ حس ان هو الموضوع الرئاسه الشرفيه ده يعني ملوش حاجه على الماء، يعني حاجه كده صوره ملهاش علاقه بالرئاسة أو ملهاش علاقة بالإدارة أو ملهاش علاقة بالكلام ده كله. بعد كده حصل التوتر ما بين ثواني. طيب أنا هقراها لك. قول. تمثلت أولى الأزمات بين تركي آل الشيخ ومجلس ده فين ده الأول ده فين؟ في اليوم السابع. ماشي. ومجلس إدارة النادي الأهلي وبداية غضب البعض من أنصار النادي الأحمر في مداخلة هاتفية أكد خلالها تركي آل الشيخ للإعلامي عمرو أديب وجود بعض من أعضاء مجلس إدارة الأهلي لا يصلحون لمناصبهم محذرا الخطيب منهم. طيب اقف عند النقطه دي. اقف عند النقطه دي عشان التليفون ما يقفلش مني. لا النقطه بس. دي مهمه بس ما ثواني. النقطه دي ما انا هقول لك على الدعم بقى. ما هو لا خليه. لا ده النقطه دي مهمه جدا. طيب هفتح هل سياده المستشار تركي آل الشيخ هو من يقيم او يقرر او يحذر من مجلس اداره منتخب من الجمعيه العموميه للنادي الاهلي عشان اقول ده يصلح او لا يصلح، ولا اي واحد في الجمعيه العموميه هو اللي من حقه يقول ده يصلح او لا يصلح؟
ده واحد. اثنين انا عندي قائمه منتخبه مجموعه من مجموعه على في رئيس وفي امين صندوق وفي مجموعه تحت منه وفي ممثل الشباب وفي ممثله المراه وناس كتيره جدا. الناس دي جايه بالانتخاب ولا جايه يلا تعالوا اتفضلوا؟ طيب لما اجي اشيل واحد منهم اشيله بالانتخاب ولا اطلع على القنوات واطلع على التليفونات اقول ده يصلح ولا لا يصلح؟ ما انا كده بعمل خلل في مجلس اداره النادي الاهلي، وده تحسب على سياده المستشار مش تحسب ليه، تحسب عليه. ده واحد من هو يعني هنعتبره واحد من جمهور النادي الاهلي، هو شايف انا شايف لا ده محطوط في 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 حته ان هو بجوار انت اللي حطيته. لا مش انا اللي حطه، هو اللي حاطط نفسه. بص يا كابتن شريف، سؤال، هل بدايه الخبر دي تنفع ان بيقول ان في بعض الاعضاء في مجلس اداره النادي الاهلي لا تصلح، مش بتاعته ولا بتاعت الجماهير، دي بتاعت الجمعيه العموميه، الناس دي جايه بالانتخاب، لما تخلص الانتخابات او لو عندهم اعتراض في اي شخص تتعمل جمعيه عموميه ويتم التصويت ويتم فلان ده يمشي او يفضل، مش واحد بيتكلم في تليفون يقول ده يصلح او لا يصلح. بس هو ما سماش حد ساعتها، حتى لو مش بتاعته برضه سمى او ما سماش، ده انا كده عملت خلل. بص يا كابتن شريف، الناس دي جايه بالانتخاب ولا جايه كده؟ لا بالانتخاب. لما اجي اشيل واحد منهم هل ينفع ان انا اشيل اي حد منهم الا بالانتخاب؟ لا خلاص، فيهم حد وحش، ما انا كده كده انا اللي اخترته، انا كجمعيه عموميه انا اللي اخترته، يبقى انا اللي في ايدي اشيله، مش بتاعته هو اللي يقيمه. مع احترامي ليه. طيب الحته اللي احنا كنا بنحكي فيها بقى، تمام اتفضل. تستمر حاله الاندهاش من قبل جماهير النادي الاهلي على بعض تصرفات تركي آل الشيخ، وعلى راسها دعم النادي الزمالك بصفقه الدولي التونسي حمدي النجاز. تمام. الأمر الذي أغضب كثيرا من أنصار النادي الأهلي النادي الأحمر في ظل الكلام ده على لسان مين؟ اليوم السابع. ما على لسان مين؟ مش على لسان سيادة المستشار تركي آل الشيخ في المداخلة؟ ما على أيوه، مش هو اللي بيقول كده في المداخلة؟ لا، المداخلة الأولانية قال فيها إن في بعض أعضاء مجلس الإدارة ما دي بداية التوتر، ده اللي بكلمك فيه. أيوة. يا كابتن شريف، بداية التوتر ان بدأ يتدخل في بعض القرارات بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي. فبدأ يتقابل، لا انت مالكش ان انت تدخل في القرارات. فمن هنا بدأت المشاكل، بدأ من هنا انت بقى كده انت اللي عديت نقطة. بدأ من هنا دخل على الخط سيادة المستشار مرتضى منصور وتحسب له. انا عايز النادي بتاعي يبقى احسن نادي. وعايز الراجل ده طالما بيدعم الرياضة المصرية ما يدعمني. وفي مشاكل متوترة دلوقتي ما بينه وما بين النادي الاهلي، ما عنديش مشكلة لما اخش على الخط واخليه يدعمني. تحسب لسيادة المستشار مرتضى منصور ان عمل كده، بدأ يفتح لينك ما بينه وما بين سيادة المستشار تركي آل الشيخ بالدعم. حضرتك معانا الدكتور هرماس رضوان. اهلا يا دكتور. اهلا اهلا، ازيك استاذ شريف؟ الله يحفظك. ومبروك البرنامج. الله يبارك فيك يا فندم، الله يحفظك. نرحب بضيفك الاستاذ محمد رمضان. الله يخليك، الله يخليك يا دكتور. كل سنه وانتم طيبين وحضرتك بألف صحة وسعادة يا رب. الله يحفظك. الله يخليك، ربنا يخليك حبيبي. الله يخليك. اتفضل يا دكتور، ادلي القي بدولك. والله انا كان ليا رأي زمان. اول ما اشترى الاسيوطي. او بيراميد. ايوه. قلت هو يعني الاسيوطي دي بدا بايه، او المخصه بدا بايه؟ بدا بقريه صغيره اسمها هويدي في الفيوم. عارفها، على طريق الفيوم. مركز شباب في الدرجه الرابعه. رحت مرتين هناك. محمد عبد السلام فضل ورا هذا المركز الشباب لغايه ما بقى المخصه. دي انشا رياضه فعلا. ايوه. فانا كنت بعاتب على السيد ترك. ان هو يبني، احنا ايه استفادت الكره المصريه؟ خدت لعيبه، يعني الاهلي بيجيب لعيبه والزمالك بيجيب لعيبه وبيراميدز بيجيب لعيبه بيشتري لعيبه. ما ده اللي انا بقوله، ده اللي كنت بسرده يا دكتور. ما انشأناش نادي، ما انشأناش لعيبه. ده اللي كنت لسه بحكيه يا دكتور. الله ينور عليك، خد عزبه يا راجل بامكانياتك دي تلعب في افريقيا بعد اربع خمس سنين. صح. انشئ حاجه، اعمل حاجه لمصر، اعمل رياضه لمصر. الارياف فيها مواهب. طبعا. محمد صلاح طالع منين؟ من الارياف. دي كلها والنجوم دول كلهم طالعين منين؟ من الارياف. من الانديه الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه كمان. ايوه. فما فيش اضافه، ما فيش اضافه للكره المصريه. انت بتاخده من بعض، قاعدين بيراميدز الاهلي والزمالك واسماعيل قاعدين، ما عملناش حاجه. ده كان رايي زمان، لكن في الموضوع مع حديث الساعه الصراع القائم. أيوه. انا رايي ان الاعلام واخد منحى مش كويس، بيأثر على علاقتنا بالدول العربيه. احييك. واخد والسياسه، يا جماعه المفروض الكوره تخدم السياسه، تخدم علاقه مصر بكل دول العالم. مش العربيه بس. ايه السعوديه ومصر بلد واحده.
اخويا شغال في السعوديه، السعوديه صديق الملك صديق الرئيس. احنا العرب بالنسبه لنا العمق الاستراتيجي بتاعنا ده امه عربيه يعني اسلاميه وغير، فلازم احنا نحافظ على علاقتنا بالدول دي كلها. انا مع ان الرياضه مبنيه على التبرعات. مش عيب ان الكابتن خطيب يسعى لتنميه موارد النادي الاهلي. ومش عيب ان المستشار مرتضى يسعى الى تنميه موارد النادي الزمالك. كلنا بنسعى كده. انا في مره كنت في عمره بقرا في الجورنال لقيت المستشار مرتضى راح زار اتحاد جده وخد 2 مليون ريال. بسرعه قمت رايح عمل زياره وخدت له نص مليون لنادي بني عبيد، وكلمت الدكتور علي الدين هلال واللي هو سعيد صوان محافظ الاهليه، قلت لهم انا جاي وجبت كذا كذا من اتحاد جده. لانني طالع ما تسجلوش ما كانوش معايا، فبقول لكم اهو عشان تبقوا عارفين. وهو المبلغ ده اللي اشتريت منه اتوبيس او الباص بتاع النادي. فاحنا مع تنميه الموارد يا جماعه بس بشروط وضوابط. ما تجيش على كرامه النادي وكرامه، احنا مش مساله ده يعني، المساله عباره عن ايه؟ الكره حوت فلوس، الكره مهما كان كل واحد كل نادي بيصرف بالحجم بتاعه. استثمار كبير، استثمار كبير يا دكتور. ده استثمار. يعني احنا في الدرجه الثانيه وفي الدرجه الثالثه تخطينا حاجز المليون، ودي مشكله. فانا لما الاقي امير بيساعدني اهلا وسهلا. بس الضوابط يا دكتور، يعني في ضوابط تبقى محطوطه. طب ما ده اللي بقوله من الاول يا كابتن شريف برضه. انا لما يجي امير عربي ويزورني ويتبرع للنادي اهلا وسهلا. دي سياسه الشرفيه ماشي، وارد كل حاجه وارده. النادي القانون بتاعنا قانون 71 كان اهم بند فيه او باب فيه باب الاستثمار. الانديه دلوقتي عادت تستثمر اصولها عشان تنمي موارد النادي. من ضمن موارد النادي قبول الهدايا والتبرعات. فاحنا بناخد من الشيخ ترك بس يكون فيه محافظه على الاخلاق الرياضيه، ما نغلطش، ما نتصارعش. الصراعات اللي موجوده دي ملهاش لازمه. يا جماعه الكوره مش كده. الكوره او الرياضه بالذات الكوره، خلي بقول لك لما واحد يشوف واحد عصبي يقول لي خلي اخلاق رياضيه. اخلاق رياضيه الربح اللي احنا بنشوفه في الاعلام ملوش لازمه. والاهلاوي والزملكاوي وخشوا في موضوعات غلط جدا، وفي اهانه بالاعراض بتحصل، وفي اهانه بشخصيات عامه كبيره سواء عربيه او مصريه. الكلام ده مرفوض نهائيا في الكره وفي الرياضه في مصر. احنا بنرفضه كليا. فانا بقول لك يا استاذ شريف بشكرك على الحلقه دي، وبشكرك على الاتصال. وبدعو الانديه كلها. الحديث اللي احنا فيه الايام دي، اللجنه الخماسيه من خلال برنامجك بقول لها يا لجنه ما تخسفيش حقوق انديه كافحت ونضلت وطلعت الاول على الدوري. في مثلا المشكلة الساعه يبقى يا دكتور. اخد من كلام حضرتك ان انت مع عوده النشاط الرياضي وعوده الدوري قلبا وقالبا. النشاط الرياضي اولا تصريح اهو. الناس اللي بتقول طب يا دكتور كابتن شريف استاذ شريف مش هيبقى عاجبه الكلام. لا انا مش عايز كل كلام حضرتك تقوله النهارده. عايزين لا استنى بس التصريح ده. عايزين لقاء. التصريح ماشي طبعا. حضرتك توعدنا بلقاء وتيجي هنا. بس استنى ماكد التصريح. ااكد التصريح. لا يا دكتور ناخد يا شريف عايز اقوله زنقان يعني. انا بستغرب الناس اللي بتقول عايزين نلغي الدوري وكان لم يكن، وفي نفس الوقت احييك احييك يا دكتور. انا معاك، انا راجل طالع الاول وصعب صح. خلاص احنا بندمر عايز تلغي سعودي، الغي الرياضه خالص وكره القدم في مصر وانا معاك. معلش وانا ليه وجه ليه يا دكتور يا دكتور ثواني يا دكتور يا دكتور انا ليه وجهه النظر. معلش يا دكتور احنا ثواني يا استاذ شريف. احنا نشكرك. لا خليك معايا يا دكتور ثواني يا دكتور. انا ليه وجهه النظر بس عشان الكابتن شريف مش على هواء عوده النشاط. انا ليه وجهه النظر في موضوع عوده النشاط الرياضي. ممكن بقى النشاط ما يرجعش خالص صح؟ صح. لكن ما
تحرمنا منه النهارده. يعني انا مثلا 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 احد الكليات وانا نائب في المجلس طالب طلع الاول على الكليه بامتياز مع مرتبه الشرف، امتياز في جميع المواد، طالب في كليه هندسه، اضيع مجهوده ليه؟ راح يشتغل معيد، قالوا له الكليه مش عايزه السنه دي، الكليه هتعود السنه الجايه عشان في اولاد اساتذه. ينفع؟ لا ما ينفعش. عينته عندي في معهد الكفايه، اديته للعميد وقال عمل له اعلان مخصوص امتياز في كل المواد، في كل المواد. يعني النهارده مش عايزين دوري عشان أيوة. ايه يا دكتور؟ عشان انا عبيت صعب يا دكتور، سامعني؟ طب يا دكتور، يا دكتور نبدا دوري في شهر 8 يا دكتور، دوري في شهر 8 يا دكتور. يا دكتور بس انا هاخد من وقتك دقيقه، او بس استاذ شريف، استاذ محمد هاخد من وقتك دقيقه. الاستاذ شريف بس مش عاجبه عوده النشاط ولاسباب تانية احنا ممكن نتكلم فيها انا وهو، لكن انا ليا ممكن استاذ شريف عشان زملكاوي بس شويه. لا النشاط نهائي، لكن طيب. النشاط يرجع في سبتمبر. طيب انا متضايق على الشغل. انا ليا على الانديه اللي اجتهدت وصرفت. ما انا ليا وجهه، ليا نقطتين. ده شعب مركز كامل. طيب يا دكتور انا بس مديني فرصه دقيقه، اديني فرصه دقيقه. هو ناضل من اول يوم لاخر يوم عشان يصعد، تحرمه ازاي؟ اديني فرصه دقيقه. طب الاستاذ محمد عايز يكلمك يا دكتور. اديني فرصه دقيقه. انا ليا بس ايه حاجتين في موضوع عوده النشاط. اولا عوده النشاط لان حرام ادمر استثمار سنه كامله في نشاط، في نشاطات رياضيه. لا انا عندي النشاطات تتاجل شهر او شهرين ولكن ترجع وتكمل علشان كل واحد ياخد حقه، اللي عامل عقد يكمله، اللي ليه فلوس ياخدها، لان الجميع خسران في عدم عوده النشاط الرياضي. طبعا دي النقطه الاولى. النقطة الثانية، طالما عايزين احنا نظهر قدام العالم كله ومظهر ممتاز، اسبانيا واسبانيا وانجلترا والمانيا، النهارده احنا شفنا كمان ايطاليا مش احسن مننا، الناس رجعت بالنشاط الرياضي. شفنا النهارده المباراة النهائي في كاس ايطاليا، المباراة مش على قد المستوى بس خلاص الناس رجعت ولازم تتأقلم مع الموضوع، ولازم ابدا من الرياضه، وهي الرياضه هتكون باب لعوده كل المواضيع في مصر في الازمه اللي احنا فيها. كل حاجه هترجع بعوده الرياضه. يقول لك البلد مش قادره، يعني مصر مش قادره ترجع. لا ما ينفعش. طب نشكر حضرتك يا دكتور بقى. هو كده الكابتن شريف عايز يشكرك. عايز اشكر حضرتك وتوعدنا بحلقه مع حضرتك. استاذ شريف امر قومي واستثمار. صح. وبعدين انا ادي كل واحد كل ذي حق. انا عندي لائحه. طب الوقت اقول لك حاجه، خلي بالك. انا هروح للقضاء الاداري مجلس الدوله اخد حكم في 24 ساعه. انت اديتني لائحه بتقول الاول يصعد، انا طلعت الاول. لا بس في كارثه يا دكتور، في ظرف طارئ في الدوري. وجميع ومعظم الانديه العالميه او معظم الدورات العالميه كملت. انا حاله خاصه صعدت من بدون الماتشين اللي باقيين. انا صعدت رسمي من غير ما اكمل. يبقى مش مهم الماتشين. يبقى يا دكتور المفروض اتحط اسس معينه. لا الاسس على الجميع مش خاصه. الكارثه على الجميع، تبقى الاسس على الجميع. وبعدين انت اللي باقي للمجموعات بتاعتنا ماتشين بس يخلصوا في 10 ايام، في اسبوع. انت هترجع اللعب ثاني الكارثه دي، وانت هترجع لا ترجع تبدا من جديد وتمسح اللي فات عشان تظلم ناس، تظلم انديه، تظلم شعب. انت كده هتزعل الكابتن شريف منك يا دكتور. طب يا دكتور يا دكتور ايوه هتوعدنا على الهوا بحلقه ونناقش فيها كل المواضيع دي. هاجي لك على الهوا واقنعك ان شاء الله. خلاص ماشي يا دكتور. اتمنى يا دكتور. الف شكر لحضرتك وشرفتني. اتمنى يا دكتور تقنعه. تشكرين. تحياتي ليك. مساء الفل عليك. طيب نكمل. هو بس عشان ناكد التصريح، دكتور بيقول انا مع عودة النشاط الرياضي قلبا وقالبا حتى لو هيفضل لشهر 8. طيب ماشي تصريح. طيب نكمل. يبقى احنا متفقين انا وانت ان في بتدخل لسيادة المستشار تركي آل الشيخ في بعض القرارات الادارية، ما عجبوش بعض القرارات الادارية، بدأ يتدخل، لقى نفسه مهمش او ما دوره شرفي بمعنى كلمة شرفي، فما عجبوش الموضوع، بدأ يخبط في مجلس الادارة، ودي كانت المرة الاولى يحصل خلاف. تحصل بسيادة المستشار تركي آل الشيخ دخل على الخط، تعالى ادعمني، دخل المستشار مرتضى، المستشار مرتضى منصور دخل دعم نادي الزمالك كويس جدا. الموضوع دخل معاه في سياده المستشار، في سياده تركي آل الشيخ عندي شويه، راح واخد نادي
ما كانش بيراميدز، كان نادي الأسيوتي. كان نادي الاسيوطي. طب بس عشان ما نسابقش الاحداث، لا مش بنسابق الاحداث، لا ثواني عشان انا كل حته اقراها لك انت تتعلق عليها. ماشي بيقول لك ايه بقى؟ يبقى كده متفقين ان الاول المشكله انت بدأ. اللي متفق مش لا متفقين. الكلام اللي بيقول كده، الكلام اللي بيقول كده اللي انت بتقوله لي. ماشي دياز لا حمد النجاز وخلصنا منه خلاص، دي تاني مرحله. اول مرحله دياز بقى اللي انا كنت عايز ده عليه المدرب الارجنتيني. ماشي ده المدرب ده جه البيراميدز بعد كده. ايه رامون دياز ده مش جه البيراميدز بعد كده؟ لا لا جه ده بيراميدز بس ايه اول ما بس كان ساعتها كل الصفقات اللي كانت جايه للنادي الاهلي خدها بيراميدز. ثواني كينو ثواني يعني هو ساهم مش ساهم، هو اللي دفع قيمة عقد عبد الله السعيد مع الزمالك عشان يروح الاهلي، هو اللي راضى احمد فتحي عشان يروح الاهلي عشان يقعد في الاهلي. ماشي ما منكرش ده، ما تنكرش هو ده، وما انكرش في الموقف الشخصي لولا سياده المستشار تركي آل الشيخ كان عبد الله السعيد بطل كوره، كان راح الزمالك، كان بطل كوره. لا كان راح، كان بطل كوره بعد ما الاهلي مضاه. لا هو على فكره لو هو بيتدخل زي ما انت بتقول وده كلام مرسل، لو هو بيتدخل كان قدر يضغط على مجلس اداره النادي الاهلي يخليها بعد ما راح جاب لهم عبد الله السعيد ب 41 مليون او حاجه زي كده اللي كان المستشار مرتضى دافعهم لعبد الله واخدهم في شنط من النادي، كان راح خلى مجلس اداره النادي الاهلي لعبه تاني في الاهلي، لكن راح احترف مش عارف في نادي في النمسا كان مش عارف فين، ورجع على السعوديه ومن السعوديه على بيراميدز. ماشي لا ما هو من الاول سياده المستشار تركي آل الشيخ من الموقف الاولاني من عدم لما بدا زي ما انت بتقول كده في المداخله اللي قال لك انا في بعض الناس في مجلس الاداره لا يصلحون للنادي الاهلي ما تحسب عليه الكلمه دي، ما تحسب ليه؟ طيب مش هيتدخل، اللي عايزه النادي الاهلي هيتعمل. طب ما هو فبالتالي النادي الاهلي عايز عبد الله السعيد يمضي مضاه ويمشي يطلع بره. طب انا بقول لك يعني ما فيش ضخمه على فكره، واحد ما خلاص هو حاول يتدخل في الاول وما اتدخلش، ما عرفش يتدخل فخلاص الموضوع خلص. يعني واحد رايح جايب لك لاعب ب 41 مليون من الزمالك، او هو كان لاعب الزمالك لانه مضى للزمالك وعوده. مين اللي كان لاعب الزمالك؟ عبد الله مضى للزمالك واستلم فلوسه من الزمالك. يا عم كان لاعب النادي الاهلي وراح مضى للزمالك، ما يبقاش لاعب الزمالك لسه لاعب النادي الاهلي. لا لاعب النادي الاهلي، وعشان كده عقد النادي الاهلي هو اللي مشي. ما مش عشان عقد النادي عشان هو اللي توثق. لا لا عشان هو اللي توثق ايا كانت الطريقه اللي توثق بيها. لا ايا كانت عشان الطريقه عشان تركي آل الشيخ يعني بالتوافق مع مرتضى منصور بصفقات زي ما بيقولوا، بس سيادة المستشار مرتضى صفقاته كلها كانت لصالح النادي الزمالك. يعني الواد المدرب اللي جابه ما خدش الدوري ليه؟ ثواني ما خد الدوري في عهد المدرب ده اللي مشي في السنة دي؟ في السنة دي وعبد الله السعيد ساب الأهلي بقى قد إيه؟ رابع سنة اللي جاية دي. رابع سنة اللي جاية دي؟ رابع سنة؟ يعني أحمد فتحي لما جدد ساعة المشكلة بتاعت عبد الله السعيد وأحمد فتحي جدد بأربع سنين؟ جدد بثلاث سنين. يبقى بقى لها ثلاث سنين. ثلاث سنين وشوية، هو عبد الله السعيد لسه ليه نص سنة. ثلاث سنين. الزمالك خد الدوري سنة كام؟ 2015 باين. يعني بقى لها خمس سنين. 2014 2015. بقى لها خمس سنين. أي طب أنا السنة اللي جاب فيها صفقات دي ما خدش الدوري، خد الكاس. طيب ما انت بص عايز تتوهني، بس انت بتقول لي خد صفقات لصالح النادي الزمالك ما خدش الدوري ليه؟ ده ظروف لعب بقى، ظروف ملعب وظروف حكام وظروف مجلس اداره الاتحاد برضه وظروف فيفا وظروف الاتحاد الافريقي. طيب ومش هنتكلم في الاتحاد الافريقي كمان في الدوري. الاتحاد الافريقي كمان في الدوري، والسحر الاسود والسحر الابيض وال انت عارف احلى حاجه؟ احلى حاجه بص يا كابتن شريف، والله العظيم انا بشوف من جماهير الزمالك والله العظيم بيصعبوا عليا في بعض الجماهير، ان في بعض الامور ما تتصدقش بتتصدق. انا شفت جميع الحجج اللي ممكن تتقال طبيعيه او غير طبيعيه في الكوره كلها لامس فيها نادي الزمالك. سحر هتلاقي حد طلع بيتكلم. خليني بس انا جاي النهارده حكام. خليني طيب. لا ثواني انت بتيجي كل ما باجي اتكلم كلمه. لا ما انت بتقول مش عارف. ايوه يا عم طب اهو واحده واحده. مين اللي قال كلمه السحر؟ مش من الزمالك؟ من الزمالك. مين اللي قال كلمة الحكام مرتشيين؟ مش من الزمالك؟ مش اللي قال لك الأهلي بيكسب باتحاد الكورة؟ مش من الزمالك؟ واللي قال لك إن الزمالك الأهلي أمال مين اللي هيقولها طب يا أستاذ محمد؟ اسمعني بس. أمال مين مش معنى الأهلي ما بيقولش؟ لأن الأهلي بياخد. إيه ده؟ هو أنا هبقى بمجهوده
بمجهوده على والله. فكره مش هتدخلنا انت، انت عمال تجرجر فيه عشان نطلع من الموضوع. لا مش بطلع من الموضوع، لا ده انا معاك في الموضوع كله. طيب وقلم ماشي يعني، فانت برضو ثواني اصل انت بتحلل، انت عايزنا انا زي النادي لو الأهل. انت عايزنا نحلل موضوع سياده المستشار تركي آل الشيخ بالكلام اللي هيعجبك انت لا مش هيعجبك كجماهير كمان جماهير نادي الزمالك. لا انا هقول اللي انا شايفه من وجهه نظري. انا بص يا ما بقرا لك قصدت ان انا اجيب اللي مكتوب في موقع. ماشي انا اهو التحليل سطر بقوله. طيب. كلامي في كلامي منطقي ولا مش منطقي؟ لا مش منطقي. ايه اللي مش منطقي؟ تيجي نعيد من الاول؟ لا هي المشكله الاهلي الاعلام بتاعه قوي برضه. ده هي حته قناه. ثواني بس ثواني. وعندكم قناه ثواني مش ما و50 برنامج متنطورين على القناه. ده على فكره قناه الزمالك عشان طلعت حلقتين يعني، يعني مش هقول لك انا اتفرجت على الحلقتين اللي طلع بيهم خالد الغندور ومش عارف وطارق يحيى والكلام ده كله، وسياده المستشار دخل في مداخلتين. ثواني اكمل. انا لازم ارد على حته اعلام الاهلي. ثواني بس انا لسه ما عشان خاطري، عشان خاطري هات لي 5 اعلاميين مصنفين ان اهلي. انا اعكس لك السؤال. ايه هات لي يعني اقول لك انا ايه، هات لي مذيع مش اهلاوي. حتى لاعبي الزمالك اللي بيطلعوا مذيعين بيتمثلوا بالحياد على الشاشه وهم اهلاويه اصلا، مش اهلاويه. امال ايه؟ بيخافوا من الهجوم. واحد زي الاخ سيد عبد الحفيظ اللي بس كده عشان اللي ايه اللي العصبيه مش حلوه. ماشي اللي عامل دمه خفيف. مين ده؟ سيد عبد الحفيظ اللي بيقول لك مش عارف السبعه اكبر من التسعه. طب ما زيمبي كان واخد بطولتين، كان مش عارف مين كان واخد بطولتين. انتوا اللي بتقولوا ده. هو بيقول لك هم بيتريق على بتوع الزمالك. يا عم ده بيرد على كلامكم. طيب ماشي ما بيرد على كلامنا وبيقول كان فريق بتاع جنوب افريقيا ده سان داونز كان مش عارف ياخد بطولتين والزمالك واخد بطوله وكلام سان داونز ده مش كسب الاهلي 5 تقريبا وكسبكم انتوا 3-4 مرات في نفس البطوله باين صح. ماشي احنا ما قلتليش برضو ما جاوبتنيش على السؤال. انت بتقول لي اعلام الاهلي قوي، هات لي 5 اعلاميين مصنفين ان دولك اعلاميين الاهلي. ممكن اقولهم لك يعني ممكن اقول لك احمد شوبير. ماشي احمد شوبير، اسامه حسني، المني اسمه ايه الواد بتاع قناه بتاع ورقه قلم بتاع ده ملك وكتابه ده المنيسي واللي معاه عدل القيعي. بعد كده 3 لا ده احنا حسبنا 3 اهو. طيب احمد شوبير المنيسي عدل القيعي مين اللي بيقدم في تين اسمه ايه مين الواد اللي لعب الاهلي ده ما اعرفش مش انا على فكره مش اسلام الشاطر. لا واسلام الشاطر. اسلام الشاطر 4 والواد الكابتن بقى ما بقولش الكابتن معلش الكابتن اللي بطل يقدم في قناه الاهلي. انت مش عارف تجمع 5 اعلام؟ مش لان انا مش حافظهم من كترهم. مش من حافظهم من كترهم. ايه مش حافظهم؟ ما لو من كترهم على الاقل هتحفظ 5. لكن تعالى على الزمالك. انت هتتكلم في طارق يحيى، هتتكلم في خالد الغندور، هتتكلم في حسن في كريم حسن شحاته. كريم حسن شحاته. كريم حسن شحاته ايه اهلاوي؟ وعمرو اديب. عمرو اديب زملكاوي. تمام. طيب وخلي بالك انا بس جايب لك في حاجه. انا عديت لك 4، الاربعه في 4 اماكن. الاربعه في 4 اماكن على كل واحد في مكان. على فكره لكن احنا عدين 5 من الاهلي، 4 في مكان وواحد بره. يا على فكره المفروض الاعداد يملينا، بس الاعداد كله اهلاوي مش راضي يقول لي اسماء. كمان فوق ال 65 انت ما عندك حرب المواطنة. 65 فوق ال 65 مذيع ومقدم برامج اهلاوي. انت عندك نظرية المؤامرة كمان في الاعداد اللي شغال لك في البرنامج ده. انا كاتب لي اسئلة تودي في ده، اسئلة قسما بالله. يعني 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 باقي جناحين والاهلي يطير في الهواء. طيب نكمل. ما انا بقول يعني نكمل. طيب دي حاجة. هكمل الخبر ولا اكمل انا؟ لا انا خلاص مش عاجبك الكلام. مش عاجبك حاجة تانية. طيب من ساعة ما بدأت الخلاف بين تركي آل الشيخ الخلاف الأولاني والخلاف التاني؟ لا التاني التالت الرابع بقى حصل. خلافين؟ لا تلات خلافات. لا خلافين. الأخير اللي حصل. لا الأخير التاني. ما الخلاف الأولاني ظهر مع عمرو أديب وقال بعد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. ما هو ده كان الخلاف الأولاني لحد ما انتهى وخلاص. لا وفي خلاف تاني بقى. دخلنا لا من هنا كانت بداية الخلاف. هو خلاف واحد. طب ثواني. من هنا كانت بداية الخلافات وبدأت الفجوة تكبر 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 لحد ما ساب النادي الأهلي. ثواني. وناس تدخلت ومش هقول لك رجع بكل قوته تركي، بس رجع يعني ما
بيساعد الزمالك وبيساعد الاهلي ماشي ماشي جه لا ما ساعدش الاهلي في الفتره اللي كان بيساعد ما ساعدش الاهلي في الفتره كان بيساعد بيراميدز كان عامل بيراميدز عندم في الاهلي ماشي اهو طيب دي كانت لما كان سياده الكابتن محمود الخطيب كان تعبان وراح زاره في البيت ماشي ودي كانت بدايه تصليح العلاقه ماشي بس احنا انا مش قصدي في كده يا استاذ محمد انا قصدي في حاجه المستشار تركي آل الشيخ ومواقع موثقه وما انكرش الكلام ده ونازله بتويتات على حسابه الرسمي قال اعضاء مجلس اداره ده على كلامه هو عشان ما حدش يجي يقول لي انت اللي بتقول ماشي جه قال اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي مجموعه من اللصوص لو قال كده يقاضى ماشي بس انا عايز اوصل للنقطه لو قال كده انا ما اعرفش قال كده لو قالش كده لا قال على مسؤوليتك على مسؤوليتي ما اعرفش ماشي ومش على مسؤوليتي على مسؤوليه الجورنال اللي نقل الخبر او الموقع الاخباري اللي نقل الخبر وعلى التويتر مكتوب طب المفروض لما نيجي نقول نجيب الموقع طيب. قول اسم الموقع ما انا بقولك هاتها على الموبايل زي ما لا انت لا ما عنديش يعني انا مسجل الخبر ده هات الجماعه بتوع الاعداد الاهلاويه دول لو هم معانا يا عم ما ينفعش يا عم لا يعني لا يعني انت مش واثق كمان في الراجل بتاع الاعداد اللي معاك واثق انه اهلا واثق فيه ازاي بس عمره ما هيجيب لك اخبار تضرك يعني لا مش طب هو اللي قال لك الخبر ده ايه؟ هو اللي قال لك الخبر بتاع طب هو ذنبه ايه بقى طب ما انا بقول لك هو لو دور على لو موجود يا فؤاد هات هات اه خدت لو موجود يا فؤاد هات الخبر ده لا وقال اكتر من كده قال لا يصلحه وانا هرجع النادي الاهلي اما يجوا ناس تصلح لرئاسه مجلس الاداره وتقدر قيمه الاهلي والكلام ده كله طب رجع تاني ليه؟ سواء اسمعني بس يا بقى اكمل السؤال وبعد كده بقول اللي انت عايزه هل لو صدق مثل هذا الكلام اللي انا قلته يقاضى على مسؤوليتك لو هو بيقول الكلام ده انا لا اقبله على اي رمز من رموز النادي الاهلي ولا اي رمز من رموز النادي الزمالك ولا اي رمز من رموز الكره المصريه ولا اي رمز مصري لا لا خلينا في النادي الاهلي ما لكش دعوه بالزمالك ليه يا عم يبقى خلاص انت مالكش دعوه بالنادي الاهلي طيب ماشي دخلها هل الكلام اللي قاله عليكم السلام في مداخله الو مساء الفل طب نرجع لموضوع نرجع لموضوع هل الكلام ده ما يستحقش المقاضاه لو قاله زي ما انت بتقول ويا ريت لو في موقع نجيبه غير مقبول ويقاضى يقاضى طيب ليه بقى اتحولت الدفه وفي على قناه النادي الاهلي انا طبعا مش بشوفها ما تشوفش قناه النادي الاهلي حاضر ماشي ما بشوفش الا معلش ملكه ما فيش زملكاوي ما بيشوفش ملكه كتاب انا مش بشوف ما بتشوفش ملكه كتابها طيب الا يا ما يكون ينزل خبر على النت ان عدل القيعي قال مش عارف ايه على الزمالك فبجيب المقاطع اللي قال فيها عدل القيعي وابتدي اشوف هو قال ايه ماشي سمعت ان كان في لقاء مع الكابتن محمود الخطيب ما تطرقش ولو بلفظ عن تركي آل الشيخ وكل هجومه وكل نقده لمرتضى منصور وهجومه على النادي انت شايف ده كويس ولا مش كويس لا مش كويس ليه لان الكره المصريه ما فيهاش تركي آل الشيخ اصلا هتكلم عنه وأنا ليه وانا واحد شتمني وقايل لي يعني مش شايفه يا عم مش شايفه يا عم مش شايفه وفي واحد عمال يشتمني كل يوم على القنوات يا عم طيب ند بالنسبه هنسيب الكلام ده لما نيجي يا مش معنى دلوقتي هتسيبه ثواني ما عم بيقول لك خمس دقايق وهنختم طيب ماشي هنيجي لقرار وزير الشباب والرياضه في ايه بيقول لك ايه الاهلي بعت له جرد بيقول له كون لي لجنه من عندك عشان تيجي تجرد الهدايا بتاع تركي آل الشيخ احييه طب سواء ما على فكره تحييه ده اللي بيثبت ان هو خد ما هو قال من زمان قالوا ان احنا خدنا هدايا طيب خد هدايا ماشي قال لك كون لي والزمالك خد هدايا ثواني ما هنحكي على الاهلي والزمالك فقال لوزير الشباب والرياضه كون لي لجنه وناس من خارج النشاط الرياضي واخده هدايا طيب بس عشان نلحق الكلمتين قال له كون لي لجنه عشان تيجي تجرد الهدايا وتاخدها تمام عارف كان رد وزاره الشباب والرياضه ايه؟ ايه؟ قال لك اذا كان الحاجه دخلت خزينة النادي الأهلي حسب القرارات بتاعتنا تبقى ملك للنادي الأهلي ومن حق النادي الأهلي بس
ان هو يتبرع بها لصندوق تحيا مصر. ما اعرفش، ما سمعتش الكلام ده. لا، نازل بيان من وزاره الشباب والرياضه بكده. ما شفتوش برضو، عشان برضو ان كان نازل ايه رايك فيه؟ بص خلينا ناخد الموضوع انت خرجتني من موضوع سياده المستشار تركي آل الشيخ، بس ماشي ما هخش في الموضوع ده، هخش في الموضوع. طيب اذا كان في خلاف ما بيني، اعتبر ان في خلاف ما بيني وما بينك، في خلاف ما بيني وما بينك دلوقتي، اختلفنا الموبايل ده بتاعي الموبايل ده بتاعك، او انت مجيب لي الموبايل ده هديه او جايب لي اي حاجه هديه، فانت كل ما تطلع عمال تقول لي هات الهديه اللي انا اديتها لك، كان بيحصل من سياده المستشار تركي آل الشيخ ولا ما كانش بيحصل؟ بيحصل. يبقى لما اجي ارجع لك الهديه دي وانا خدت القرار ارجع لك الهديه، هديها لك كده واقول لك انا اديتك حاجتك، ولا اديها لك بشكل رسمي؟ طيب اديها لك بشكل رسمي. انا مش بعيب عن النادي الاهلي، خلينا ناخد النقطه الاول، خلينا ناخد النقطه الاولى، اديها لك بشكل رسمي ولا اديها لك بشكل ودي؟ لا رسمي. يبقى قرار النادي الاهلي ان هو يروح لاتحاد الكوره يقول له انا عايز ارجع الهدايا اللي اديها لي سياده المستشار تركي آل الشيخ ليه بشكل رسمي، ده قرار احييه فيه. انت تحييه فيه ولا ما تحييه؟ احييه. جميل. ايا كان رد بقى اتحاد الكوره، دي اللي مسؤوله عن الرياضه المصريه، ان كانت اتحاد الكوره او وزاره الشباب والرياضه هم المنوطين بالرياضه المصريه وبالكره المصريه، المفروض دولك لما بيكون في مشكله او في ازمه بتسيء الى مشاكل او سمعه للرياضه المصريه، المفروض ان انا اتدخل بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، ان كان بشكل رسمي او بشكل ودي. انا مش عارف الرد اللي ردوه اتحاد الكره ده رد، لان انا مش اتحاد الكره، وزاره الشباب والرياضه او وزاره الشباب والرياضه ردت الرد ده، ما اعرفش عشان انا ما قراتوش، ما اقدرش اجزم بالرد، ولكن لو انت على مسؤوليتك انت لو الرد ده لا، المفروض يبقى في رد تاني من 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 النادي الاهلي لوزاره الشباب والرياضه، يطلب فيه رسميا ان هو لابد من اعاده الهدايا اللي جات لنا من سياده المستشار تركي آل الشيخ بشكل رسمي. يعني اصل وزاره الشباب والرياضه قالت الاهلي اللي من حقه يتبرع لصندوق تحيا مصر بالهديه دي اللي دخلت، ما اعتقدش الرد يكون كده. ما هقول لك على حاجه، الحاجات دي برضه ما تنساش ان النادي الاهلي ملكيه عامه ومال عام، تمام، فبالتالي اي جنيه بيخش فيه او بيخرج منه ليه حساباته ورقياته وكلام زي كده. الهدايا دي سجلت في النادي الاهلي في من وداخله ميزانيته كلها سجلت؟ كلها ما عدا الدعم بتاع الخطيب في علاجه بس، يعني كله تسجل، كله تسجل. طب ما احنا عمالين نهلل ليه بقى لنا سنتين الساعات واتصرفت وما اتصرفتش واتباعت وما اتباعتش؟ ده بناء على كلام برضو المسؤولين بتاع النادي الاهلي. انا بسالك سؤال مباشر بجد والله. انت المعلومه اللي عندك ان جميع الهدايا؟ لا انا ما عنديش معلومه بكده، انا قريت من تصريحات مسؤول النادي الاهلي. طيب مسؤول النادي الاهلي بيقولوا جميع الهدايا بتاعه المستشار تركي آل الشيخ سجلت؟ اي سجلت. طب ما هو لو كان جميع الهدايا اللي جابها سياده المستشار تركي آل الشيخ النادي الاهلي او جميع الدعم سجل، مفيش حاجه. يبقى اللي كنا بنتكلم فيه بقى لنا سنتين الساعات والكلام اللي كل واحد بيطلع على التلفزيون يتكلم في كلمتين، يبقى كنا بنعمل شوشره على الفاضي. طب يعني ما هو المستشار مرتضى منصور قال ايه غير اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي خدوا هدايا من تركي آل الشيخ ساعات؟ هو قال ايه؟ قال سرقوها مددوا في جيبهم؟ ما بتكلمش على دي، انا بتكلم في اعلاميين كتير كل كلامهم الساعات وديتوا فين الساعات، خدتوا الساعات ما ودوش الساعات، والهدايا ايه، وكانوا محسسين ان موضوع الساعات دي هدايا من تحت الترابيزه. طيب على العموم احنا وقتنا خلص، وعايزين كلمه اخيره من حضرتك. انت بتسخنني معاه. بص يا كلمه اخيره، لو كابتن محمود الخطيب في انتخابات هتيجي، كل الدعم هيكون لكابتن محمود الخطيب وهننتخبه تاني. طيب سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.